منذ قمة أنشاص عام 46 والتي كانت بداية القمم العربية التي اجتمعت في عواصم عديدة وجابت أغلبها، إلا أن النتائج كانت واحدة طيلة سنوات عديدة. فمن أنشاص حتى تونس 2019 قمم تشهد بيانات ختامية لا تخرج عن سياق مركزية القضية الفلسطينية والتي لم تطبق على أرض الواقع ولم تخلو من خلافات عديدة في قضايا مشتركة. فالأزمة السورية كانت حاضرة طيلة سنوات عديدة، والحديث عن الصراع العربي الإسرائيلي أخذ الحيز الأكبر من هذه القمم. فمبادرة السلام العربية خرجت في قمة بيروت 2002، وإعلان الاستقلال الفلسطيني جاء في قمة الجزائر 88، والتنديد بالحرب العراقية على الكويت كان حاضرا أيضا. اتفاق على قضية فلسطينية أصبح حبرا على ورق، والخلافات كانت مركزية في العقود الماضية. منذ قمة أنشاص عام 46 وصولا إلى تونس 2019، قمم عربية توالت على مدار العقود ولم يخرج منها سوى التصريحات والبيانات الختامية التي بقيت حبرا على ورق طيلة سنوات عديدة. نؤكد من جديد، فالحديث عن القضية الفلسطينية ومركزيتها ووجوب دعم الدول العربية ومساندتها كانت أبرز ما قيل في قمم تاريخية بدأت في أنشاص وصولا إلى القمم العربية الأخرى. فالأحداث العربية كانت حاضرة بقوة على مدار السنوات. قمة الجزائر 73 والتي تلت حرب أكتوبر شهدت تعميماً عربياً على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي سيطرت عليها عام 67. اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت بين إسرائيل ومصر حظيت بالنقاش الأكبر خلال قمة بغداد 78، والتي علقت عضوية مصر ونددت بتوقيع اتفاقية السلام بين مناحم بيغن والسادات آنذاك. وبعدها بأعوام شهدت قمة الجزائر 88 دعما للانتفاضة الفلسطينية الثانية وإعلان الاستقلال الفلسطيني من خلال خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات، لتحمل القمم العربية فيما بعد قضايا أخرى بعيدة عن القضية الفلسطينية. فقمة القاهرة عام 90 شهدت تنديدا عربيا بالحرب العراقية على الكويت، لتعود قمة 2000 أيضا في العاصمة المصرية لتشهد تنديدا بأحداث المسجد الأقصى جراء ما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون في القدس. وبعدها بعامين شهدت قمة بيروت الاتفاق على مبادرة السلام العربية برعاية الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، والتي نصت على ضرورة حل القضية الفلسطينية ومن ثم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. قمة تونس 2004 أكدت على ضرورة التمسك بهذه المبادرة وتحدثت عن سيادة الإمارات على الجزر الثلاث. قمة 2005 شهدت حدادا على أرواح عرفات والشيخ الإماراتي زايد بن سلطان آل نهيان ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. 2014 كان عاما مفصليا بخصوص الأزمة السورية حين رفض رفع العلم السوري في قمة الكويت. وهي قمة تونس تندد بالاعتراف الأمريكي بالقدس والجولان وترفض عودة سوريا لجامعة الدول العربية وسط انقسام خليجي. قمم تعددت بعربها حكاما ووزراء ولازالت تشهد مواقف موحدة لا تطبق على أرض الواقع ومواقف متباينة يختلف العرب فيها جملة وتفصيلة. حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو خبير شؤون الشرق الأوسط علي واكد، مرحبا بك معنا سيد علي. ودكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية والباحث في معهد الجزيرة من الدوحة، مرحبا بك دكتور شرقاوي. أبدأ معك، هناك من يقول بأن هذه القمم لا تخرج عن سياقها لبروتوكول فيما يتعلق بأن الزعماء والوزراء العرب يلتقون يخرجون ببيان ختامي وفي نهاية المطاف لا يطبق أي شيء على أرض الواقع. قمة تونس تنم عن عدة مفارقات تأتي في أوج تدفق الصراعات والخلافات العربية العربية وتقلب الأوضاع وكسر ميزان قوة في أكثر من منطقة، من سوريا إلى اليمن إلى ليبيا إلى السودان الآن، وأيضا الجزائر التي تدخل منحدر سياسي لا تعرف ملامحه. المفارقة الأخرى أن هذه القمم أصبحت تتباين فيها التمثيليات، هناك من يترفع عن حضورها فيرسل وزير أو شخصية من الدرجة الرابعة أو الخامسة، إذن هناك نوع من العبثية السياسية نظرا لعدم وجود إجماع عربي خليجي أو شرق أوسطي مغاربي بضرورة الالتفاف حول مائدة معينة. المفارقة الثالثة أن هذه القمة كغيرها قمة موريتانيا وسابقتها تفتقر إلى البراغماتية التي نلاحظها في القمم الأوروبية أو في قمم أخرى في بقية دول العالم. بمعنى آخر أصبحنا أمام تاريخانية
هذه القمم العربية كأننا نفتعلها فقط كمناسبة نذكر بأنفسنا أنها من جزء من التاريخ العربي الموحد، لكن نقف أمام ما هو بروتوكولي، نستعرض خلافاتنا أمام وسائل الإعلام، نحاول أن نحتكر الخطاب الرسمي العربي، لكن إذا تسألنا بنفس المنطق البراغماتي هل هناك حلول عربية لهذه الأزمات، يبدو أننا لا نساهم بها في الحد الأدنى، وتصبح المسألة فقط من قمة إلى قمة، والقضية الفلسطينية على رأسها تبتعد كل البعد عن الحل العربي العربي أكثر من التفاعل مع العواصم الأخرى. سيد علي، أنتقل لك بهذه النقطة. بالفعل يعني على الرغم من اختلاف القضايا من سنة إلى أخرى، إلا أن المحور ذاته فيما يتعلق بإخراج بيان ختامي يتعلق بمركزية القضية الفلسطينية، هذا منذ قمة 46 وصولا إلى اليوم، والخلافات تظهر في نهاية المطاف على وسائل الإعلام، يعني قمم اعتيادية تبقى في سياقها البروتوكولي. نعم، هي قمم اعتيادية مهند، ولكن القاسم المشترك في كل هذه القمم عدا قمة بيروت يمكن القول هو انعدام أي مبادرة عربية تجاه أي قضية لها علاقة بالصراع العربي إسرائيلي أو لها علاقة بالصراعات العربية مع دول أخرى خارج الإقليم. قمة 2002 امتازت بأنها للمرة الأولى يطرح العرب رؤيتهم هي المبادرة السعودية التي باتت مرجعية العرب الأولى فيما يتعلق بالعلاقات بحل الصراع أو بآليات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولكن علينا أن نذكر حتى هذه المبادرة كانت محط جدل، ليس ربما بين الدول العربية ولكن بين المجتمعين في هذه القمة وبين الشعوب التي رأت الدول العربية تقدم تنازلا مجانيا، مبادرة يتنازل فيها العرب عن حق العودة، يتنازل فيها العرب عن حدود عام 67 لأنها تمنح القيادة الفلسطينية التفاوض أيضا على حدود عام 67. واللافت أن هذه المبادرة الأولى عربيا رفضها الجانب الإسرائيلي ولا زال العرب يعني وتمسك بها العرب حتى إدارة ترامب. ولكن انظر، هناك مبادرة عربية رسمية ولكن التعاطي العربي مع ما يطرح حاليا من أنباء عن ملامح صفقة الإدارة الأمريكية للتسوية، صفقة ما يعرف بصفقة ترامب، لا ينم بأي صلة لأي من القواعد والثوابت التي ذكرت في المبادرة العربية. ومع هذا رغم إعلان العرب الرسمي أن مبادرة 2002 المبادرة العربية هي مرجعياتهم، يتعاطون بنوع من الإيجاب مع مبادئ مبادرة ترامب الذي هي يعني ربما تكون النقيض الكامل لمبادرة العام 2002. دكتور شرقاوي، بهذه النقطة علي ذكر قضية مهمة تتعلق بأحد المحاور المهمة التاريخية فيما يتعلق بالمبادرات العربية والقمم العربية، ألا وهي المبادرة العربية للسلام التي خرجت من المملكة السعودية. في نهاية المطاف كان هناك مبادرة واتفاق عليها، ولكن ما يترجم اليوم على أرض الواقع مختلف في السياق وفي المضمون حول هذه المبادرة، يعني حتى العرب اتفقوا على مبادرة لا تطبق على أرض الواقع. أعتقد أن التعثر العربي في تحقيق هذه المبادرة، وإن كانوا يصرون على تسميتها بالمبادرة العربية، هم أقل حرصا على تطبيقها خلال القمم السابقة. ولاحظنا أن هذه القضية بالذات هي الاختبار السياسي والاستراتيجي لما يمكن أن يشكل نظام عربي. فهل نرى في القمة العربية نظام عربي متماسك قائم بذاته؟ لا يبدو لي من متابعة القمم العشرين الماضية. بمعنى آخر، أننا أحيانا كمنتدى عربي نحب أن نظهر ونلتف حول موائد وحول أمام كاميرات، لكن ما يحدث الآن أن القمم الأخيرة أبعدتنا عن المبادرة العربية، والآن عندما يجمع الخطاب العربي الرسمي بين الدفاع عن حرمة القدس وبين ما يسمى بصفقة القرن، هذا يأتي ضمن هذا المنتدى العربي، بمعنى أن هناك دول خليجية تحاول أن تبيع صفقة القرن، وهناك دول مغاربية ودول شرق أوسطية ممن لا تقبل هذا. فهناك الآن الجامعة العربية أصبحت بمثابة حلبة صراع
بين هذين المعسكرين، أحد يريد أن يبني على المبادرة العربية ويرد على ما فعله ترامب بشأن القدس، لكن الفريق الآخر يريد أن يلغي ضمنيا أو أن يسحب السجاد من تحت من ينادون بالمبادرة العربية. فأعتقد أننا الآن القمة العربية في تونس وحتى القمة السابقة في موريتانيا ربما حادت عن خدمة المبادرة العربية، لذلك لا ألوم المتشائمين في الشارع العربي ممن يعتقد أن هذه القمم مجرد عبثية سياسية. سيد علي، في هذه النقطة، يعني في السابق حتى إذا ما أردنا المقارنة ما بين القمم في السنوات الأخيرة والقمم التاريخية منذ 46 نشاهد اختلاف أيضا. اليوم أصبح الحديث ذاته عن القضية الفلسطينية، ولكن هناك خلافات أخرى في القمم الأخيرة، التحدث عن الملف الإيراني والتدخل الإيراني، التحدث عن تدخلات دول خارجية في الدول العربية، الأزمة السورية كانت حاضرة وبقوة أيضا فيما يتعلق بهذا الملف. أنا ذكرت في الإجابة على السؤال الأول أن القاسم المشترك لكل هذه القمم عدا قمة 2002 هو انعدام مبادرة عربية لإرساء وترسيخ نظام عربي يحتوي على الحد الأدنى من التوافق العربي العربي. ولكن هناك قاسم مشترك أن هذه القمم كانت تأتي دائما في ظل تموضع الدول العربية في محاور دولية، يعني كانت جزء من هذه الدول في محور واحد ودول أخرى في محور آخر. حتى انهيار الاتحاد السوفيتي كان تموضع بناء على تبعية بعض الدول للاتحاد السوفيتي أو تبعية دول أخرى للولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة نلمس يعني محور ما يعرف بالدول التي تريد نوع من الحوار مع إيران ولا ترى في إيران البعبع الأكبر، ودول أخرى ترى أن إيران هي البعبع الذي على قربان هذا البعبع يمكن التضحية بكافة الثوابت العربية التي ذكرتها القمم التاريخية، ولو بروتوكوليا وشكليا، من تضامن مع الشعب الفلسطيني، من حفاظ على الثوابت الفلسطينية. ما أريد أن أقوله أنه لا توجد قمة واحدة جاء العرب فيها ليس فقط متحدون، يعني لا يملكون اصلا قرارهم في الـ في الـ في القمم، يعني قمة الخرطوم وما يعرف باللقاءات الاربع، يعني كانت هي نوع من البوصلة التي عليها يمكن اختبار قرارات الدول، قرارات الدول العربية. يعني انظر من يشارك في أي، يعني لا توجد قمة واحدة تلتها قمة أخرى بمشاركة كافة الزعماء، كافة الدول، وهذا أمر لافت آخر، بمعنى أن القادة يأتون والقرار ليس بيدهم، القرار هو قرار المحور الذي ينتمي إليه هؤلاء القادة. نعم سيد شرقاوي، بهذه النقطة خلافات حقيقية على أرض الواقع تتعلق بسوريا حتى، يعني العلم السوري لم نشهده منذ قمة الكويت 2014، كما ذكر علي قضية إيران والاختلاف حول إيران، اليوم هناك أزمة خليجية واضحة أيضا تؤثر بشكل أو بآخر، في السابق حتى كان هناك خلافات عديدة، مصر علقت عضويتها بعد اتفاقية كامب ديفيد وكان هناك خلاف على مصر، في قمم أخرى كان هناك خلاف على الحرب العراقية على الكويت، وقضايا عديدة عربية منذ السابق وصولا إلى اليوم. يبدو أن مسيرة الجامعة العربية التي تشرف على تنظيم هذه القمم من 46 إلى 2019 انطلقت من قناعة معيارية أكثر من اللازم، كأن هذه القمم ينبغي أن تحقق الإجماع العربي من الخليج إلى المحيط ومن المحيط إلى الخليج. لكننا في السياسة وفي الاستراتيجية وفي العلاقات الدولية ينبغي أيضا أن نعتمد مسألة النسبية وأن تظل في يد بعض العواصم المرونة في اختيار مواقف بصيغة التوافق وليس بصيغة الإجماع، حتى لا نتمادى في صلخ الذات العربية من خلال مناقشة هذه القمم. ينبغي أيضا أن نستحضر قضية مهمة، أن الحكومات العربية تحاول منذ وجودها، منذ عقب الاستقلال، تحاول دائما أن توفق أو أن تجد مصالحة بين خياراتها الاستراتيجية العربية العربية وأيضا التحديات أو الأوامر أو الأضواء الخضراء والحمراء في علاقاتها مع بقية العالم، خاصة مع الدول الغربية سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة. لذلك نلاحظ أن عندما يظهر الممثل سواء كان أميرا أو ملكا أو رئيس أو وزير في القمة العربية، هو ينظر إلى هذه القمة كمن يضع رجله في القمة ويحافظ على الرجل الأخرى إزاء واشنطن، إزاء لندن، إزاء باريس. لذلك أعتقد أن النظام العربي نفسه لم يبلور ذاته بعد بشكل
يصنع له قدرة على اتخاذ القرار، هو فقط توفيقي وتوافقي. ولذلك نلاحظ أن القمم تصبح مسألة ثانوية إذا كانت هناك قضية تحاول كل عاصمة عربية أن تبحثها مع العواصم الكبرى، بمعنى آخر أن هناك سكيزوفرينيا أو ازدواجية الشخصية في النظام العربي أو لدى الحكومة العربية أيا كانت، بين ما هو إقليمي عربي عربي وما هو استراتيجي على الصعيد الدولي. أختم معك سيد علي، رؤيتك وقراءتك لمستقبل جامعة الدول العربية، لمستقبل هذه القمم العربية في ظل ما ذكرته بوجود أطراف إقليمية تلعب دورا هاما فيما يجري على الساحة العربية؟ يعني أنا لا أعتقد أنه بحسب الفكر النمطي أنها يجب أن تكون جامعة للعرب أن هناك مستقبل لهذه الجامعة، ولكن يجب الاتفاق على حد أدنى من التعاطي مع المسائل الدولية، وليس إرساء موقف عربي موحد، ولكن آلية للتعامل مع اختلاف وجهات النظر العربية حول المسائل الكبيرة المتعلقة والتي تهم العالم العربي والتي تهم مكونات العالم العربي. يعني نحن نتحدث اليوم عن دول العربية ترأس محاور على الأقل في الإقليم، يعني دول تشارك في تدمير سوريا، ودول ترى أن تدمير سوريا يفقد العرب جزء من عمقهم الاستراتيجي. نحن نتحدث عن تناقضات هائلة، ولكن طالما أن من يمسك بزمام الأمور والأطراف التي تؤثر هي خارج الإقليم، أي خارج المصلحة العربية، مرة أخرى الحد الأدنى لهذه الرؤية هذه المصلحة، لا أرى لا مستقبل لا لقمم ولا هذا أيضا نشهد العالم السوري حتى في القمة الأخيرة منذ 2014 حتى اليوم خلاف كبير على سوريا. نعم، يعني سوريا هي فقط مثال صغير على الصخرة التي عليها، أو ليس صخرة، الشماعة التي عليها ينهار مرة تلو الأخرى هذا المسمى بالجامعة العربية وبالوحدة العربية. خبير شؤون الشرق الأوسط علي واكد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكر موصول لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية والباحث في معهد الجزيرة للأبحاث، كنت معي عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك.